السلام عليكم الحباب ديالي، احباء ديالي، كراكو دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى تكونوا كاملين بالف خير وعلى خير، خاصه مع هذه الفجيعه ديال كورونا. نتمنى ان شاء الله تمر علينا باقل الخسائر، نتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ونتمنى الوعي التام للمواطنين يعاو بخطوره الامر ويوعاو بان هذا الوباء راه خطير، ما كينتشر بسرعه فائقه، وان السلطات دايره ما عليها، وخصنا نساعدوها غير نجلسوا في ديورنا، وفي اطار اننا نجلسوا في ديورنا ولا بدا نشغلوا نفسنا بشي حويجات اللي هما يكونوا ايجابيين، خلقوا الايجابيه ونخلقوا التحفيز للناس. وانا من هذا المنبر كنحاول نحفز راسي ونشغل وقتي، لان الوقت طويل تبارك الله، وحنايا في الدار طيله اليوم ماشي سهله، لان ما تولفناش هذه المساله، يعني نخرجوا فوق ما بغينا وندخلوا فوق ما بغينا، ولكن الله غالب، هذه مرحله وغادي تمر ان شاء الله بسلام. نتمنى الله يحد الباس ودوك الناس اللي توفوا في دوك الحالات، عدد الحالات ما بغيناش تزيد تفاقم. وانا ضد ديك الفئه ديال الناس اللي خرجات ودارت داك المظاهرات كتطلب الله العلي القدير باش ينجينا من هذا الوباء، ولكن ماشي بديك الطريقه، هذاك خطا كبير، اقترفتوا ديك المجموعه ديال الناس ومش غادي يمشيو فيها مجموعه ديال الابرياء، ان شاء الله يا ربي ما يكونش بيناتهم شي واحد مصاب، والا تكون الكارثه. اذا في اطار هاد المجهودات اللي كتقوم بها الدوله، وكذلك الصبر اللي كنصبروا حنايا، اللي انا اليوم جيت لكم بواحد الطارطه اللي هي دي تكون حليوه سامبل، ما فيهاش المقادير بزاف، وزوينه لا في المنظر ولا في الطعم، ومن طون نملؤوا الفراغ ديالنا والوقت ديالنا، ونديروا لوليداتنا شي حاجه اللي هي صحيه، اللي حتى هي يعني تزيد من المناعه ديالنا، لان هاد الحلوه غادي نديرها بالحامض، والحامض غني عن التعريف بالفيتامين سي، وكينصحوا به الاطباء. لذلك انا اقترحت ندير لكم اليوم هاد الطارطه اللي كاينه بالحامض، بعصير حامضه وبقشره كذلك ومثال، وبالحليب والبيض، لان المكونات ديالها كلهم مفيده، وكلهم كتقوي المناعه ديالنا. اذا ما تشيو لاين، ها انتما معايا. اذا شنو عندنا حبيباتي في المقادير؟ عندي نصف لتر اللي غنديرو كريمه طيبته بقشره ديال الحامضه، ها انتما كتشوفوا اعزائي عزيزاتي. خليته يبرد جانبا. عندي هنا ربعه البيضات، جوج غنديرهم في الكريمه مع كاس ديال السكر ستيفيا، ومع 30 غرام ديال مايزينا، وقبصه الملح، وعصير حامضه، وشويه ديال الروح نتاع السيترون. اما هاد جوج بيضات اخرين اللي غادي نشركهم في العجينه في لاباط، غادي تكون عندنا 340 غرام ديال الدقيق، جوج ديال البيضات، و 80 غرام ديال الزيت، وقبصه ديال الملحه، وواحد لافانيا، ونص معلقه صغيره ديال الخماره. هذا ما كان وشويه ديال 100 غرام ديال السكر اللي غادي ندير حتى هو فيها نفس المقادير من سكر ستيفيا اللي غادي نديرو في لاباط. هذا هو السكر البنات اللي كنستعمل انا، ما كنستعملش السكر الاخر، كنقلو شويه انا اليوم درت لكم طرطب ماشي كيتوني، وانما عاديه لكاع الناس، ولكن ناقصه السكر، هذا هو الاساس. يلا حبيباتي ها انتما معايا. اذا اول حاجه غادي نبداها، نخلط البيض ديالي اللي غادي نديرو في الكريمه، يعني جوج بيضات كاملين، وغندير له قبصه ديال الملحه، اذا قبصه ديال الملحه، غادي نحاول نخلطو، وغندير معاه السكر، وغادي ندير معاها المايزينا تخلط مزيان، ونرجع لكم عاد نخلطو مع الحليب. وانتما معايا ما تمشيو ليان. اذا هنا كنخلط السكر ديالي مع البيض بلا ما نستعمل الضراب الكهربائي بلا والو، كنستعمل غير هذا ديال اليد الفوي صافي. دابا غادي ندير المايزينا، غادي
راه ساهله البنات هاد الطرطه، سي اسهل ما يكون، ما فيهاش محتويات بزاف، اون بلوس صحيه غنيه بالمحتويات، البيض، سيترون، الحليب، اذا هذا كاملين مفيدين، قويوا شويه المناعه ديالنا، نساعدوا راسنا في الظروف هذه، ناكلوا ما هو صحي بالدرجه الاولى، ما هو صحي، نبعدوا بزاف على السكر لان ماشي صحي، ماشي 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 لمصلحتنا نتناولوا السكريات بزاف، حاولوا ما امكن تستعملوا السكر اللي هو صحي سواء البني او لا هذا ستيفيا، حاولوا ما امكن اخوتي، واللي كياكل اللي ما في الاستطاعه ديالو يقدر ينقص من كميه السكر، يحاول المسائل اللي لا داعي اننا نتناولوا فيها السكر بلا ما نزيدوا السكر، بحال الاتاي، بحال القهوه، بحال بحال كاين الناس اللي كتزيد السكر في الخبز لان الخبز اصلا فيه السكر، ما كاينش تزيدوا فيه السكر، والسكر هو كيساعد الميكروبات انها تقوى في الجسم ديالنا وتغدى مزيان، والامراض كذلك مثال، اذا حاولوا تنقصوا السكر فهو حمايه لينا. يلا حبيباتي هانتوما معايا، غادي نصفي الحليب هنايا من بعد غنرد كل شيء يطيب. حبيباتي من بعد ما طيبت خلطت معاها الحامض، تطابت تطاب داك الشيء مزيان لاكريم، عاد زدت لها عصير حامضه، ما نقولكمش البنات على 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 النكهه، دابا غادي نخليها تبرد جانبا وغادي نعجن لاباط، وهانتوما معايا ما تمشيو ليان. اذا فيها غير السكر، قبصه الملح، وجوج بيضات، هذا ما كان، وعصير حامضه، وواحد القطره ديال النكهه ديال لو زيست ديال السيترون، ما نقولكمش الريحه ديال السيترون البنات غزاله. اذا غنخليها جانبا وغادي نبدا في العجينه نتاع الخبز، نتاع لاباط نتاع الخبز اللي تراها خبز. يلا نمشيو لين حبيباتي انتما معايا. اذا حبيباتي الان غادي نخلط البيض ديالي باش نعدل لاباط، لاباط بلا زبده، البيض والزيت والسكر. بالنسبه قلت لكم انا تقدو تبدلوا السكر بالسكر عادي، ديروا 100 غرام. غادي ندير قبصه الملح هنايا، دائما البيض ديري معاه قبصه الملح كيحيد له ديك الزفوريه ديالو، تعمرات هادي فوالا. كلشي ما درتها غير باليد، يعني طاطا كامله كتصايب غير باليد بلا ما تدير الدراب بلا والو. بهذا المنبر كنقدم واحد التحيه عاليه لرجال التعليم ونساء التعليم، شتو المجهودات الجباره اللي قايمين بها ما شاء الله عليهم، كذلك مثال كنحيي السلطات، الامن ديالنا والقوات المساعده ورجال الدرك اللي ساهرين على الامن وعلى الطمانينه نتاع المواطنين، كنشكرهم هذا المنبر، وتحيه للمواطنين اللي صامدين وجالسين في الديور واخدين بالتعليمات الطبيه والتعليمات ديال السلطات، كذلك مثال كنحييهم من هذا المنبر، وكنحيي جميع المشاهدين ديالي والمشاهدات، وكنقول لهم جلسوا في ديوركم وما تخرجوش، ما تعرضوش راسكم للتهلكه، هذا الشيء اللي غادي نقول، هذه هي الرساله ديالي وانا كنعدل هذه الكيكه وانا كنعدل لكم هذه الحليوه، وكنادي وكنناشدكم انكم تجلسوا في ديوركم ونصبروا حتى ربي يغلبنا على هذا على هذا الافه. ندير انا نزيد زويته، ما تنساوش التعقيم ثم التعقيم ثم التعقيم، النظافه والتعقيم كل بقيته، حيت تخرجوا احبائي لتسوقوا تعقيم في باب الدار، كلشي مشترياتكم باب الدار، صبابتكم في باب الدار، كلشي كلشي يتعقم في الباب، السوارت كندير لكم مثال، دائما قبل ما تخرجوا للسوق حطوا المسائل جافيل داكشي حتى باب الدار، لي سيرفيات وكلشي وجدوهم قبل ما تخرجوا هكذاك باش ما تنساوش كي تكونوا داخلين، وما تعرضوش وليداتكم وراسكم للتهلكه. واحد اللي يخرج ما يبقاش يخرجوا
كل مره يخرج واحد جوج بلاش لا داعي، واحد يخرج يتسخر. اذا الان غادي ندير الدقيق، بسم الله توكلنا على الله. اللي يدير راه عقلتهم عاد غادي نبدا بهم الخدمه. دائما نسيت لافاني ونسيت غادي نديرهم دابا، ما ديروش بحالي. اذا غندير شويه الخماره، هاد لافاني غير بغيت نزيدها يعني انا بس كتعجبني منك هاد لافاني. يلا حبيباتي هانتوما معايا، اذا غنكمل. كاين الدقيق اللي كيجمع كياخد ما درتش انا 300 كامله، 300 غرام ما درتهاش كامله. درت لها شويه ديال الخماره البنات باش تنفخ شويه. بقاو نديرو لهم غير هكا حتى تعجن مزيان صافي. وغادي نطلقوها بين جوج ديال الكاريط، الكاريط ديال الطبخ طبيعة الحال. اذا غادي نطلقها ونرجع معكم. والان ها هي خرجتها من الفرن طابت، اذا غادي ندردر عليها السكر كلاصي كي تبرد وغادي نوريها لكم كيف جات من الداخل. اوكي يلا حبيبتي ما تمشيو ليا بقاو معايا. اذا حبيبتي هي وجدات بردات وقطعت منها رائعه الناس، كنصحكم تجربوها ديك لاك خيمة رائعة. وهانتوما كي جات شتوها لاباك التحتانية ولا كخيم وهادوك الشرائح. وحنا سالينا الطارطة ديالنا، نتمنى تنال الإعجاب ديالكم. فيما يخص هاد الطارطة راها صحية دايرتها بالسيترون، جات رائعة بزاف. نتمنى أنكم تجربوها، حتى العجينة ديالها ما جايش حلوة بزاف، مهرشة مقرملة غزالة، المذاق ديالها رائع ماشي بالزبدة غير بالزيت. انتوما شتو ما فيهاش الدهنيات بزاف، ولات مجمرة غزالة. نتمنى انكم تجربوها احبائي. هانتوما شو كي جات من التحت محمرة غزالة نيونة، لاباط ديالها غزالة. حاول راحة ما شهيتكم فيها. يلا حبيبتي مع السلامة.